أقر مجلس الشورى مؤخراً المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002. يفسح المرسوم بقانون المجال أمام المحاكم للتعامل مع الدعاوى المقامة أمامها بلغات أخرى غير اللغة العربية المعتمدة كلغة رسمية في المحاكم، وذلك بهدف تطوير عمل السلطة القضائية في مملكة البحرين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الأستاذة دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. أهلا ومرحبا بك أستاذة دلال. يعني بداية، إجراءات التقاضي قبل هذا التعديل كانت تتم باللغة العربية، إذا علمنا أن ما يرافق مثل هذا الإجراء من حاجة لترجمة المنطوق القضائي وأيضا حاجة لترجمة الأقوال وآراء الشهود إذا كانت صيغة العقد بغير اللغة العربية، أو إذا كان المتقاضون أنفسهم أحدهم أو كلاهم يعني من جنسية أو من دولة غير ناطقة باللغة العربية، ما الحاجة التي وجدها المشرع البحريني من إجراء مثل هذا التعديل؟ هل قضايا الترجمة بعد صدور القضاء من اللغة العربية إلى لغات أجنبية أخرى هو الحاجة فقط، أم أن هناك ربما حاجة أخرى تتعلق بإمكانية أن يكون هناك في مملكة البحرين تنافسية أعلى في مجال التقاضي أمام المستثمرين أمام الأجانب إن كانت لغة العقد بغير اللغة العربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك. وكما تفضلت، يعني الأصل أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المحاكم الوطنية، ولكن جاء هذا المرسوم كاستثناء لإجازة استخدام اللغة الأجنبية، وذهبنا وفق القرار الصادر إلى اعتماد اللغة الإنجليزية باعتبارها الأكثر شيوعا في التعاملات. نعم. وطبعا لن يتم ذلك إلا باتفاق الطرفان رضائيا أن هذه هي القواعد التي تحكم إجراءات التقاضي. اليوم أتى هذا المرسوم بفضل طبعا ما وضعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه في تحقيق السبع مبادرات لتعزيز الوصول إلى العدالة وتطوير البنية التشريعية العدلية. بالتالي اليوم احنا ننظر للقضاء كشريك أساسي في التنمية، كيف يتم النفاذ الميسر للجوء للقضاء وآلياته، وأصلا بيكون هذا جانب من مصادر الثقة والإطمئنان خاصة في التعاملات التجارية والمالية والاستثمارية اللي صدر بموجبها القرار بتحديد أنواع تلك الدعاوي كإجراءات نبدأ فيها. بلا شك إن هي أحد الآليات اللي راح تكون للتنافسية الآن في مسألة اختيار أيضا مملكة البحرين، سواء لمسألة التقاضي كمكان أو لاختيار أحد الهيئات التحكيمية لنظر المنازعات التي قد تطرأ في هذا الجانب. بالإضافة لما تفضلت فيه اللي هي كلفة ترجمة المستندات، يعني طبيعة هذه المنازعات تجد أن فيها كم كبير هائل من المستندات المحررة باللغة الأجنبية. بالنص السابق كان يفترض أن إحنا لازم تتقدم كلها مترجمة للمحكمة حتى تفصل فيها، الآن أصبح في استقناء عن هذا الأمر. بالإضافة أنه سيكون أيضا قد يلجأ إلى السماع للشهود، وبالتالي تحتاج إلى وجود مترجم للاستماع لأقوال الشهود ومساءلتهم في هذا الجانب، الآن أصبح بشكل مباشر يدلي بشهادته باللغة الإنجليزية بحيث تستطيع الهيئة القضائية أن تفصل في هذا الجانب. راح يكون عندنا توفير طبعا للجهد والوقت وسرعة الفصل في البت في المنازعات. نعم. هذه السرعة ومع تحقيق العدالة هي أهم جانب من جوانب الاستقطاب للمعاملات التجارية والمالية، بحيث أن لا تتأخر مثل هذه الدعاوي. أيضا تعزيز الكفاءات الوطنية، اليوم لا ضير من أن احنا نستعين من قضاة أجانب في هذا الجانب، وهذا معمول فيه منذ إقرار قانون المرافعات والسلطة القضائية. اليوم مع وجودهم يتم تعزيز ورفع قدرات القضاء الوطني، أعوان القضاء من أمناء السر وكذلك المحامين. فهي جاءت صراحة بعدد من الأمور المكملة المنظمة، بحيث أن أنت نفصل، يعني طبعا القضاء أهم شيء في مجالات التنمية والسرعة في استيفاء الحقوق للأفراد المتنازعين. وطبيعة تلك التعاملات التجارية والاستثمارية في العقود الملاحة والبحرية كما حددت
تكون فيها عرضة لوجود منازعات قضائية. فطالما أنا راح يكون عندي تأمين تلك الاحتياجات، تأمين الجهاز القضائي المهيئ لنظرها، تيسير في الإجراءات، فهذه كلها عوامل راح تكون رافدة ومساندة في هذا المجال. أستاذ دلال، هل ترك المشرع فقط باب التراضي إن تراضى طرفا القضية التي هي موضع نزاع بأن يكون التقاضي باللغة الإنجليزية؟ هل هذا هو المعيار الوحيد، أم أن إذا كان هناك مثلا لغة العقد غير اللغة العربية فيجب أن تكون التقاضي باللغة الأجنبية باللغة الإنجليزية؟ طبعا وفق المرسوم الصادر وكذلك القرار المنظم الصادر من وزير العدل، اشترط أن يكون ذلك منصوصا في العقد، أن يكون هناك في اتفاق ما بين الطرفين على أن يكون مكتوبا استخدام اللغة الإنجليزية بهذا الشأن. طبيعة التعامل أن يكون تعاملا تجاريا وحددت فيه القضايا المالية والتجارية. طيب ماذا عن العقود التي حررت قبل صدور هذا التشريع؟ العقود السابقة التي حررت في فترات ماضية، لا يوجد هناك صيغة على الاتفاق بين طرفي العقد على أن يكون هناك لغة التقاضي هي اللغة الأجنبية أو اللغة الإنجليزية؟ طبعا وفق المرسوم الصادر هو سيبدأ تنفيذه بتاريخ 14 أبريل 2022، ولكن في نظري أنه لا يمنع طالما أن شرط من شروط ولم تقم منازعة بهذا الشأن، ولكن بموجب العقد الذي تم إبرامه ما بين الأطراف كان منصوصا عليه باستخدام بأن يكون اللغة الواجبة التطبيق أو القانون الواجب التطبيق والإجراءات الواجبة التطبيق بهذا الشأن باستخدام اللغة الإنجليزية، تم ذلك. خاصة نحن في قانون التحكيم وكذلك التحكيم أمام المركز التحكيم التجاري أجازت للأطراف سواء في عقد التحكيم أو لاحقا في شروط التحكيم مشارقة التحكيم أن يرتضي الطرفان اختيار لغة أجنبية للتقاضي بموجبها، وضحت الصورة. نعم، وبالتالي يتم العمل فيه. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.